اسم درس: المفعول المطلق. ما هو المفعول المطلق؟ أولاً، تعريف المفعول المطلق: هو مصدر يذكر بعد فعل صريح من لفظه من أجل توكيد معناه أو بيان عدده أو بيان نوعه، بدلاً من إعادة ذكر الفعل. وسمي هذا المفعول بالمطلق لأنه لا يعتمد على وجود أداة لغوية معينة تؤكد أنه مفعول، أي أنه حر لا تربطه أي قيود كالحروف والكلمات مثل باقي المفاعيل. وهو اسم فضلة، بمعنى أنه إذا تم حذفه لن يؤثر ذلك على معنى الجملة. مثال ذلك: الحروب تحصد الأرواح حصداً. حصداً مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. يصرخ المصاب صراخ الطفل. صراخ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ثانياً، إعراب المفعول المطلق: لا يأتي المفعول المطلق إلا منصوباً، ولكن تختلف علامة النصب حسب نوع اللفظ، فينصب بالفتحة وهي العلامة الأصلية للنصب إذا كان مفرد أو جمع تكسير، وينصب بالياء إذا كان مثنى أو جمع، وينصب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. مثال ذلك: دفع الجندي عن الوطن دفاع الأبطال. دفاع مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. دارت الطائرة في الفضاء دورتين. دورتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ثالثاً، أنواع المفعول المطلق: هناك ثلاثة أنواع للمفعول المطلق، وهي: ألف مفعول مطلق مؤكد للفعل، يأتي لتأكيد معنى الفعل، مثال: انتصر الجيش انتصاراً. انتصاراً مفعول مطلق مؤكد للفعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. باء مفعول مطلق مبين للنوع، يأتي ليوضح نوع الفعل الذي قام به الفاعل، مثال: ذاكر الطالب دروسه مذاكرة جيدة. مذاكرة مفعول مطلق مبين للنوع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. جيم مفعول مطلق مبين للعدد، ويأتي ليبين عدد الفعل الذي قام به الفاعل، مثال: همست في أذنه همسة. همسة مفعول مطلق مبين للعدد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. كيف يرد المفعول المطلق؟ يرد المفعول المطلق مفردا، مركبا إضافيا، ومركبا نعتيا. ألف المفعول المطلق مفردا: أخلصت في عملي إخلاصا. باء المفعول المطلق مركبا إضافيا: تفوق المتسابق تفوقا كبيرا. جيم المفعول المطلق مركبا بالنعت: انطلقت السيارة انطلاق السهم. وردت كلمة تفوقاً مفعولاً مطلقاً مبيناً لنوع فعله، لأنه موصوف بكلمة كبيراً، وكذلك كلمة انطلاق جاءت مفعولاً مطلقاً مبيناً لنوع فعله لأنه مضاف لما بعده السهم. وهكذا كل مصدر جاء موصوفاً أو مضافاً يكون مبيناً لنوع فعله. استنتاجات: يمكن أن يأتي المفعول المطلق نائباً عن فعله، وفي هذه الحالة لا يراد به توكيداً أو بياناً للنوع أو العدد، مثل: جلده ضرباً، وهنا جاء المفعول المطلق مؤكداً معنى الفعل. صبراً جميلاً، جاء المفعول المطلق معوضاً التلفظ بالفعل. اصبر صبراً جميلاً. قد يأتي المفعول المطلق في أقوال سائرة محذوف الفعل: حمدا لله، عجبا، سبحان الله، ويحك، وداعا. الأصل في المفعول المطلق أن يقع بعد فعل تام متصرف.
يجوز تثنية وجمع المفعول المطلق المبين للنوع. مثال: جلست جلستي محمد وخالد. جلستي مفعول مطلق مبين للنوع منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. يجوز تثنية وجمع المفعول المطلق المبين للعدد. مثل: ربطت الحبل ربطتين. ربطتين مفعول مطلق مبين للعدد منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. لا يجوز تثنية أو جمع المفعول المطلق المؤكد للفعل. هناك بعض المصادر التي لا تستعمل إلا مفعولات مطلقة، مثل سبحان الله ومعاذ الله ولبيك وسعديك. التمرين الأول: أستخرج من النص كل مفعول مطلق وأبين نوعه. تتمتن العلاقة أحياناً بين الأصدقاء تمتناً شديداً، وتتمكن قلوبهم كل التمكن، فينبذون الظنون والشكوك نبذاً، ولا يلتفتون إلى كلام الناس التفاتاً، بل تراهم متلازمين لزام الظليل لظله، فلا يهمهم أن تشرق الشمس من المغرب عوض المشرق، أو تدور الأرض دورتين عوض دورتها اليومية، أو أن ينتقدهم المغرضون انتقاداً لاذعاً، فإنهم يشعرون شعوراً تاماً بأنهم يسعدون سعادة الأصدقاء المخلصين، ويعلمون علم اليقين أنهم يعيشون عيش الصدق والنزاهة. مفعول مطلق مؤكد للفعل، مفعول مطلق مبين للنوع، مفعول مطلق مبين للعدد. الإجابة: مفعول مطلق مؤكد للفعل، كل التمكن، نبذاً، التفاتاً. مفعول مطلق مبين للنوع، تمتناً، لزاماً، انتقاداً، شعوراً، سعادة، علم، عيش. مفعول مطلق مبين للعدد، دورتين. التمرين الثاني: أصل بسهم بين المفعول المطلق المسطر ونوعه. المفعول المطلق: انطلق العداء كانطلاق السهم. نزل الخبر نزول الصاعقة. شكر المدير التلاميذ شكرا جزيلا. نوعه: مفردة، مركب إضافي، مركب نعتي. الإجابة: المفعول المطلق نوعه، انطلق العداء كانطلاق السهم، مركب نعتي. نزل الخبر نزول الصاعقة، مركب إضافي. شكر المدير التلاميذ شكرا جزيلا، مركب نعتي. التمرين الثالث: أكمل كل فراغ باسم مشتق من الفعل المسطر، أضيف إليه إحدى المفردات الآتية: سريعاً، هائلاً، حثيثاً، شديداً، خفيفاً، متواصلاً. مرض الفتى فانتفخ بطنه وأخذ في البكاء والأنين، فجزعت أمه وأسرعت إليه تواسيه وتسأله عن مكان العلة. أما أبوه فجرى إلى جاره عبد الرحمن يوقظه، فحمل الصغير إلى المستشفى بسرعة. استمع الطبيب إلى دقات قلبه وجس نبضه وقرع بطنه بيده وفتح فمه مرات ومرات، وأخيرا قال: لقد أكل ابنك طعاما فاسدا. الإجابة: مرض الفتى مرضاً شديداً، فانتفخ بطنه انتفاخاً هائلاً، وأخذ في البكاء والأنين، فجزعت أمه جزعاً شديداً، وأسرعت إليه تواسيه وتسأله عن مكان العلة. أما أبوه فجرى جرياً سريعاً إلى جاره عبد الرحمن يوقظه، فحمل الصغير إلى المستشفى بسرعة. استمع الطبيب إلى دقات قلبه وجس نبضه
جساً متواصلاً، وقرع بطنه بيده قرعاً خفيفاً، وفتح فمه مرات ومرات، وأخيراً قال: لقد أكل ابنك طعاماً فاسداً.